Here I am, an old man in a dry month, being read to by a boy. I am not Prince Hamlet, nor I meant to be. Here I am, an old man in a dry month. Is that the Garden City? That's the Garden City. تمشي في شارع سليمان باشا وجاردن سيتي كأنك ماشي في باريس. البيت ده عشنا فيه وعشنا منه. يعني انا لو قلت مشيت من هنا ممكن انام على الرصيف بعيالي. يا في دي كوبت، يا في دي جويف، يا في تو. Voilà, je suis moi. لو بصيتي على اليمين هتلاقي سفارة أمريكية، ولو بصيتي قوي 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 هضربوكي بالنار. يعني هم دلوقتي احتلوا العراق، احنا ذنبنا احنا ايه عشان يقفلوا الحصار ده كله علينا احنا ويخربوا بيوتنا؟ He basically organized his escape. He escaped from here in the trunk of a car. أنا لما اتجوزته كان هو اوريدي فريق أول، وكان في فرق سن بينا 30 سنة، بس أنا اللي اخترته وأنا اللي طاردته. ده كان في فعلا ديمقراطية، بيسائلوا الملك، بيرفضوا طلبات الملك. يعني ما أعرفش، لو أنا نحت مش هعمل زعيم وفي حالة سرحان كده. عبد الناصر مشي، بس النظام الاستبدادي مستمر، واللي بناه عبد الناصر كله هدوه. خروج الانجليز كان مساله سياسيه يعني، ولان الامريكان كانوا جايين يعني. انا لا اؤمن بالحكم العسكري مهما جه من امجاد منه. وهذا دي مصر، هي دي بلدنا، اللي خاف فيها ما يعيش، والغلبان برضه ما يعيش، الناس كلها تدوس عليه.